اشترك في قناة قصة حياة وقم بتفعيل الجرس لمتابعة كل جديد أولا بأول. نيكولا تسلا هو مخترع وفيزيائي أمريكي تعود أصوله إلى صربيا. ولد في عهد الإمبراطورية النمساوية في 10 يوليو من عام 1856، وترعرع بين أم محبة للعلم ومشجعة لكل ما يتعلق بالمجال الكهربائي، وبين أب كاهن كان حلمه أن يرى ولده ملتزما في سلك الكهانة والرهبنة. إلا أن المخترع الصغير اختار شغف والدته، حيث درس الهندسة الكهربائية والميكانيكية وأسهم في عدة اكتشافات واختراعات في مجال تصميم أنظمة التيار المتردد الرئيسي، كما اكتسب الفيزيائي الشهير خبرة ممتازة في التهاتف. أنتم تشاهدون قناة قصة حياة على يوتيوب، وهذه هي قصة حياة العالم نيكولا تسلا. قام نيكولا بالهجرة إلى الولايات المتحدة عام 1884 من أجل أن يحظى بفرصة العمل مع أشهر المخترعين، وهو توماس إديسون في مدينة نيويورك، حيث كان مفعما بالأمل في صنع مجتمع جديد وعالم مختلف، إلى درجة أنه سافر مع حقيبة ملابس صغيرة فقط مع مذكرة تعريف بسيطة به، ليقوم بتقديمها إلى إديسون وإقناعه بالعمل معه. عمل سويا لفترة، وحاول كل من الطرفين تحسين بعض الاختراعات السابقة لإديسون، إلا أن هذا التعاون لم يدم طويلا بسبب الخلافات التي أنشأتها المنافسة بينهما. انفصل نيكولا تسلا عن العمل مع إديسون بعد أقل من عام على العمل المشترك، وأسس عمله الخاص وشركاته التي اختصت في مجال تطوير الأجهزة الكهربائية. إلا أن المنافسة الغاضبة استمرت بينهما، إلى أن قام تسلا بإمداد المعرض العالمي الضخم في شيكاغو بالكهرباء، وأبهر الحضور بالإضاءة الرائعة في كل أرجاء المعرض، مما جعل الناس تقول بأنهم لم يروا شيئا مثل هذا في حياتهم. هذا دفع إديسون للاعتراف بانتصار تسلا عليه، وكانت هذه نهاية الصراع بينهما والذي سمي بحرب التيارات. حصل تسلا على المواطنة الأمريكية عام 1891 بعد حرب طويلة من التيارات والبراءات والتخبط بين أنصار التيار المتردد والتيار المستمر، كما تابع العمل على أفكاره التي تتمحور حول الإضاءة اللاسلكية وغيرها، مما أكسبه في نهاية المطاف سمعة قوية في الثقافة الشعبية التي وصفته بالعالم المجنون. قدم تسلا العديد من براءات الاختراع لاختراعات فعالة تعتمد على التيار المتناوب. صمم أول محطات توليد الطاقة الكهرومائية في شلالات نياجارا في الولايات المتحدة الأمريكية. طور العديد من الأفكار الهامة الأخرى مثل الدينامو ومحرك الحث. كان أحد رواد تكنولوجيا الرادارات والأشعة السينية. بنى مختبر خاص بمحطة توليد الكهرباء مع برج ناقل ضخم في موقع ضمن مدينة نيويورك، والذي يعرف باسم واردن كليف. اخترع جهازا سمي بأشعة الموت في الحرب العالمية الثانية، كان قادرا على تخريب أي شيء يقع ضمن مسافة 2 ميل منه. إلا أن مكتب التحقيقات الفيدرالية الأمريكية لم يأخذ هذا الأمر على محمل الجد، في حين أن الاتحاد السوفيتي اهتم جدا بهذا الاختراع. اكتشف تسلا الحقل المغناطيسي الدوار، اخترع جهازا يحاكي قوة الزلازل الطبيعية. ابتكر جهاز الريموت كنترول الذي يستخدم حتى يومنا هذا للتحكم عن بعد ونقل التعليمات بعدة وسائط غير سلكية مثل الموجات الكهرومغناطيسية
والأشعة تحت الحمراء. اخترع أيضا كاميرا الأفكار التي يمكن أن تتم بها قراءة أفكار البشر، وقام بتقديم الإثباتات في هذا المجال بشكل نظري. سجل براءة اختراع للراديو بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من الاكتشافات في مجال التيار اللاسلكي، بدأ باختراع موجات مد وجزر اصطناعية، وقال بأن الأساطيل البحرية سوف تكون كالقوارب الورقية أمام هذا الاختراع. وضع أسس الهواتف النقالة من خلال وضعه لنواة العمليات الكهربائية اللاسلكية منذ عام 1901. كان شغف نيكولا تسلا الكبير في البحث عن الجديد والاكتشاف والتطوير أحد الأسباب التي جعلته أحد العلماء الكلاسيكيين في ظل مجتمع يهتم بالتسويق والأموال في المقام الأول ويسعى لكسب المال فقط. لذا كان تسلا يتبع دوما لرجال الأعمال وأصحاب الطموح التسويقي، وكانت أهم مشاريعه تنتهي فجأة بسبب توقف التمويل أو انسحاب رجال الأعمال من التعاون معه، مما اضطره إلى بيع بعض أعماله من أجل كسب قوت يومه. استمر هذا التخبط المالي في حياة العالم الشهير حوالي عامين، إلى أن تلقى تمويلا جديدا لبناء شركة كهربائية خاصة به، حيث أتى هذا العرض المغري من المهندس ورجل الأعمال جورج ويستنغهاوس، والذي كان أحد أهم منافسي وأعداء إديسون. قدم نيكولا عدة اختراعات حول التناوب الكهربائي، وقد تم بيع اختراعاته بحوالي 60,000 دولار أمريكي. كما حصل على عدة جوائز خلال حياته، مثل ميدالية إديسون للكهرباء، ميدالية جامعة باريس، وسام النسر الأبيض، وسام القديس سافا، وميدالية جون سكوت. إلى جانب هذا وذاك، تم إنشاء جائزة خاصة به تحمل اسمه، جائزة نيكولا تسلا، بالإضافة إلى إطلاق اسمه على شركة سيارات إيلون ماسك الشهيرة والتي سميت شركة تسلا. كما توجد إجازة مخصصة باسمه تدعى عطلة يوم نيكولا تسلا، ويوجد متحف خاص باسمه أيضا في صربيا، وغيرها الكثير. لكن ما هو سر الغموض في حياة هذا المخترع الشهير؟ لقد عانى العالم تسلا من الانهيار العصبي بسبب السنوات الطويلة التي أمضاها في المعاناة والفقر وتردي الأحوال التي انتهت به إلى الإفلاس التام، مما أثار الجدل حول حياته، حيث إن اختراعاته كانت من المفروض أن تجعله أحد الأثرياء في زمانه، إلا أن شخصيته كانت من تلك التي هربت من الشهرة وكرست نفسها لصالح العلم وتطوير البحوث العلمية. سببت هذه المعاناة تغييرا كبيرا في أفكاره، وربما جعلته غريب الأطوار بطبعه وشخصيته، حيث قام بترك البحث العلمي في فترة من حياته للتفرغ لرعاية الحمام البري في حدائق مدينة نيويورك. كما امتلك ذاكرة تصويرية خلاقة وقوية جدا، في حين أنه كان يعاني من فوبيا وخوف كبير من الجراثيم. وعلى الرغم من أنه اختار في بداية حياته أن يحقق أحلام والدته وأن يمضي قدما في مسيرة العلم والتطوير، إلا أن أفكار أبيه الكاهن كانت مدفونة في أعماق شخصيته، حيث عكف على اختراعاته ولم يتزوج أبدا طيلة حياته، إلى أن توفي وحيدا وفقيرا بسبب انسداد في شرايين القلب عام 1943 عن عمر ناهز 86، وكان قد أمضى حوالي 60 عاما منها في نيويورك، ومات في أحد فنادقها داخل إحدى الغرف التي وضع على بابها إشارة عدم الإزعاج والتي ربما كانت تعني الكثير، حيث قالت إحدى الروايات أنه لم يتم العثور على جثته في الغرفة بعد موته، مما جعل الغموض يحيط بحياته وبوفاته أيضا،
إلا أن الوضوح كان جليا في تفانيه العلمي على مدار السنوات، تاركا وراءه إرثه من الاختراعات التي غيرت مجرى العالم إلى يومنا هذا، وواضعا بصمته الخاصة في الثورة الكهربائية التي ساهمت في تطوير التكنولوجيا عبر الأزمان.